احنا مجموعة مدارس البراعم بأزمو. عيطنا البرنامج دير بحالي باش تصوروا معنا واحد التجربة اللي كنستخلصوا من خلالها البيوغاز انطلاقا من روض الحيوان. احنا الان كنتواجدوا على سطح المؤسسة، وبمحاذاة السطح كيتواجد واحد الاسطبل اللي هو السبب الرئيسي في انبعاث رائحة كريهة، والسبب الرئيسي كذلك في وجود مجموعة من الحشرات. قررنا نبحثوا على واحد الحل اللي هو صديق البيئة بتعاون مع صاحب الاسطبل. من طبيعة الحال كنمشيو عنده كنجمعوا هذاك الروت وكنوضعوه في هذا البرميل. ثلاثة الأرباع ديال روت حيوانات زائد ربع ديال الماء كنحركوه جيدا وكنغلقوا البرميل بإحكام بحيث ما يسمحش بتسرب الأكسجين. بعد مرور 15 يوم بإمكاننا نستعمل البيوغاز. بون كيما كتشوفوا قدامنا الشومبغاغ ها هو ممتلئ بالبيوغاز، هذه الماده اللي كنستعملوها في التجارب الخاصه بالنشاط العلمي. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نطوروا التجربه ديالنا ونستعملوا البيوغاز في الطبخ، نظرا لعده اسباب. اولا لانه امن على وليداتنا، ثانيا خلصنا من المشاكل اللي كنتخبطوا فيها اللي هي الحشرات والرائحه الكريهه، ثالثا انه بالمجان. اخر ايجابيات المشروع هو ان البقايا ديال فضلات الحيوانات ما كنرميوهاش من بعد في الطبيعه، بل كنستعملوها كسناد طبيعي لاحواض نموذجيه للاطفال. علاش ما ديروش في حالنا؟ حمايه البيئه كتهمنا جميعا. اذا عندكم شي اقتراح دخلوا على الموقع الالكتروني www.2zem.ma. الافكار المتميزه غادي نديروا عليها روبورتاج.